بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا أن آمن
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الأخ علي دانش وهو قارئ كريم من ألمانيا وهو مهندس ميكانيكا ومدرب كاراتيه أيضا. أهلا وسهلا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله والله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا الأخ علي دانش.